انا محمد عواد تاكر سمك بن بابا. في البولت النهارده الوسط عامل 22، البولت الكبير عامل 25، في جمبري ب 100 جنيه وسط، في جمبري جامبو ب 130 جنيه جمبري كبير، في فليه ب 60 جنيه، في السبيت 110، سبيت طازه نمره 1 بتاعت اسماعيليه ب 110، في مكرونه ب 40 جنيه، في جمبري متقشر جاهز ب 200 جنيه، وده كل ده بسعر اليوم، والاسعار بتختلف النهارده غير امبارح. كابوريا ب 60 جنيه كابوريا نمره 1، في سمك دوت المبروكه ديت ب 20 جنيه، في سمك بوري ب 50 جنيه. زي ما انت شايف حالة ركود من الدرجة الأولى، مفيش بعد كده ركود، يعني ما الأسعار في متناول الجميع، الأسعار جميلة جدا بالنسبة للمعدل بتاع السنة، الأسعار جميلة، يعني عندك بولت بيبدأ من 22 جنيه ل 25 جنيه، عندك فليب 60 جنيه، أسعار جميلة. يعني الأسعار دي سنتين ثلاثة كنا بنبيع ضعف الأسعار ديت، السبيت دي كنا بنبيعها ب 150 و 160 جنيه، الجمبري ده كنا بنبيعه ب 200 جنيه و 180 جنيه، النهارده ب 130 جنيه. ومش متباع، يعني ياما كنا بنبيعه ب 200 جنيه كنا بنبيع، النهارده ب 130 جنيه مش عارفين نبيع. محمود سيد فهمي، البولت بأسوان ب 40، وبولت ب 23 البولت البلدي، وباب ب 30، والزبديه ب 30، والزبديه ب 30، وجزر ب 30. لا اكبار، مفيش اكبار، مفيش اكبار والله. سيد ابو يوسف، بنضف وببيع عراميط، تنظيف الكيلو بجنيه، والعراميط الكيلو بنبيعها ب 20 جنيه، ب 18، ب 15، يعني هي ورزقها. في شاوي، في شاوي وقالي فوق كيلو ب 10 جنيه، وفي القالي ب 10 والشاوي ب 15 وكده، يعني مش كله، وفي بوري وفي سمك حلو كله في السوق.